كده خلص اخبارنا جوه النادي الاهلي. هنروح طبعا لاخبارنا المحليه وهنرجع تاني للاولمبيات لان هو ده الحدث الاهم. منتخب كره اليد اللي مشرفنا فاز النهارده على اليابان في مباراه كانت مهمه وكانت دي ويضع بالمباراه دي قدمه في ربع النهائي. فوزنا النهارده 29-33 او 33-29. وطبعا ده جه بعد ما خسرنا من الدنمارك في مباراه طبعا ادينا فيها اداء كويس، وبالنتيجه دي منتخبنا ارتفع رصيده للنقطه رقم 4 اللي بيحتل بيها المركز الثالث في المجموعه ورا الدنمارك والسويد في المركزين الاول والثاني برصيد 6 بونت. منتخبنا يلعب الماتش الجاي مع نظيره السويدي، وما ادراك ما المنتخب السويدي الجمعه الجايه في ماتش قوي. الماتش ده هيحدد بشكل كبير المركز الثاني والثالث. طبعا لو خدنا ثاني الدنيا هترتاح، هتقابل فرقه شويه تساعدك توصل دور الاربعه. انا شايف المباراه اللي جايه مباراه مهمه. مصر كانت لعبت 3 ماتشات، كسبنا البرتغال طبعا وخسرنا من الدنمارك وكسبنا منتخب اليابان. انا عايز اقول لكم بس ماتش السويدي اللي جاي ماتش مهم. طب ليه؟ لانه الماتش ده لو ربنا كرمنا فيه وكسبنا وخدنا المركز الثاني هتقابل ثالث المجموعه الثانيه، فطبعا المجموعه اللي احنا رايحين عليها فهيبقى ماتش اسهل شويه من بتلعب الثاني. طب ده هيفيدنا في ايه؟ لا يفيدنا كتير، لان انت كده ممكن تتاهل لدور قبل النهائي. والحقيقه الفريق ده انا بس عايز اقف عنده شويه، الفريق ده احسن فريق جماعي في مصر. يعني شاء من شاء وابى من ابى، اليد احسن فريق جماعي في مصر. والفرقه دي والجيل ده والرجاله دي من زمان كمان من جيل الزمان من جيل القديم والاول جيل ذهبي عمل النتائج دي، مصر تستحق ميداليه في الاولمبياد. يعني احنا مشوار طويل اكتر من 20 سنه من التسعينات وبنحقق نتائج كبيره جدا، لا مصر تستحق ميداليه. والجيل ده بالحقيقه بيلعب بكل رجوله ومعلمين حتى الفرق الصغيره واللعيبه الصغيره اللي هتلعب برجوله. فانا اتمنى الفرقه دي يا رب المباراه القادمه السويد. ممكن تقول لي ما خلاص ما احنا اتاهلنا، لا ما نتاهل ورايح بعد كده على مين؟ ماتش السويد طب نقدر نكسب؟ نقدر نكسب. انتوا شفتوا ماتشتنا معاهم هنا وماتش الدنمارك كنا قريبين جدا من المكسب. كل التوفيق لفريق كره اليد.